بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فإن موضوع الوسطية موضوع مهم والحاجة إليه كبيرة والدعوة إليه مطلوبة، وسأتناول إن شاء الله تعالى هذا الموضوع بشيء من الاختصار غير المخل إن شاء الله تعالى، وذلك في عناصر خمس. أولا، معنى الوسطية وضابطها. ثانيا، دليل الوسطية من القرآن الكريم. وثالثا، دليل الوسطية من السنة المشرفة. ورابعا، نماذج للوسطية في الإسلام. وخامسا، ثمرات امتثال الوسطية. فأولا، معنى الوسطية. الوسط من الأشياء هو ما كان بين طرفين. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وسميت وسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وقال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. هذا شاهد معنى المعنى الأول. ومن معاني الوسطية الوسط المعتدل من كل شيء، والوسط من الأشياء عدلها وخيارها وأحسنها، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. هذا معناها من جهة اللغة. والمقصود بها هنا هي الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط في أمور الدين والدنيا. الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط في أمور الدين والدنيا. فالاعتدال يكون في أحكام الديانة ويكون في أمور الحياة كلها، غير أن هذا الاعتدال مضبوط بضابط موافقة الشرع وعدم مخالفة أحكام دين الله تعالى، وما أفتى به العلماء الصالحون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ولا شك أن هذا يدعونا إلى العناية بتعلم أحكام الدين ومعرفة مسائل العلوم الشرعية والجلوس بين يدي العلماء الربانيين والحرص على سماع وقراءة الكتب النافعة.
ولا شك أن هذا أمر ميسور خصوصاً في هذا العصر الذي توفرت فيه التقنية المعينة على تعلم أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه. الأمر الثاني دليل الوسطية من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول العلامة المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: الوسط هنا الخيار والأجود، وقد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطاً وخصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. ويقول سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. وقال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على هذا المعنى. ولا شك أن كل حكم ودليل في دين الله فهو على الوسطية والصراط المستقيم. العنصر الثالث دليل الوسطية من السنة المشرفة. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فلما أخبروا أي لما أخبرت أمهات المؤمنين هؤلاء الثلاثة من الصحابة أخبروهم بعبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. تقالوها ليس معنى أنها قليلة في نفسها، وإنما بالنسبة لمن لم يعرف أن الله غفر له. يعني أنهم يقولون هذه العبادة يفعلها من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهي في حق من لم يعرف أن الله غفر له قليلة، فلا بد أن نزيد على ذلك، هكذا ظنوا رضي الله عنه. نرجع إلى الحديث، قال أنس: فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، يعني ينقطع للعبادة. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنا وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من يغلب الدين؟ من يأتي أن يستطيع على كل شيء من العبادات؟ لا أحد. ولهذا قال: فسددوا ما تستطيعون، لن تطيقوا هذا، سددوا يعني وقاربوا، إن لم تستطيعوا أن تأتوا بأكمل العمل وبجميع العبادات فلا أقل من أن تحرصوا على المقاربة، وأبشروا بالأجل، واستعينوا بالغدوة والروحة، أي استعينوا بعبادة الله في الأوقات التي تنشطون فيها، وهي الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار. قال: وشيء من الدلجة وهو آخر الليل، يعني قيام الليل. وقال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد قلنا آنفاً إنه ما من حكم من أحكام الله تعالى ولا دليل من الكتاب والسنة إلا وهو دال على هذه الركيزة الأساسية التي هي من ركائز دين الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك عمل الصحابة الكرام، وبذلك عمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن بعدهم من السلف الصالح. العنصر الرابع: نماذج للوسطية في الإسلام. قلنا آنفاً إن الوسطية شيء ظاهر في أحكام الله تعالى كلها، ولكننا سوف نقتصر على نماذج يسيرة يحصل بها المقصود ويمكن قياس غيرها عليها. فمن ذلك العبادة كما مر معنا في حديث أنس، ففي العبادة ظاهرة فيها معنى الوسطية، فلا رهبانية ولا تبتل وانقطاع تام للعبادة، فإن هذا كما مر معنا مذموم، وفي المقابل الإعراض والجفاء والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته أمر مذموم. ولهذا قال: فسددوا وقاربوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمور الصلاة، ترون أن من شدد في أمور الطهارة والصلاة ونحوهما أوصله تشدده إلى الوسواس، فتجده يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ويتعب تعباً عظيماً بسبب هذه الشدة التي ألزمها نفسه وما أنزل الله بها من سلطان. وفي المقابل هناك المفرط الذي يصلي بجسده فقط، وأما روحه وقلبه فمشتغلة بالدنيا. ومن ذلك أيضاً الإنفاق، ومر معنا الآية الكريمة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، حتى النفقة سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية لا بد أن تكون وسطا، فلا إسراف وتبذير ولا بخل وتقتير، وإنما بين ذلك. الأمر الثالث: في الطعام والشراب، الأكل والشرب، إن تركهما بالكلية ضعف بدنه وربما هلك، وإن أقبل عليهما بالكلية فأفرط في المأكل والمشرب، والمشرب أضره ذلك في دينه ودنياه. أما في دنياه فإنه يسبب كثيرا من الأمراض التي لا تخفى عليه، وأما في أمور دينه فإن البطنة تذهب الفطنة وتثبط عن الطاعة، وكثير ممن ينام عن الصلاة وحضور الجماعة أو عن قيام الليل وغيره بسبب إفراطه في الطعام والشراب.
الأمر الرابع التعامل مع المخالف أو المخطئ، وهذا أيضاً يحتاج إلى امتثال الوسطية والاعتدال، فمن المخالف من يسوغ خلافه لأنه صدر من أهله، هو صاحب علم وصدر في محله، بأن تكون المسألة مما يسوغ فيها الخلاف، كحال كثير من مسائل الفقه فإنه يجوز فيها الاختلاف لأنه لا إجماع فيها. كذلك التعامل مع المخطئ، التعامل مع المخطئ سواء كان ولدك أو جارك أو زميلك في العمل أو أي أحد من الناس تلقاه في الشارع أو غيره، التعامل مع المخطئ ينبغي أن يكون بمقتضى هذا الاعتدال والوسطية وعدم مجاوزة الحد والتعدي على الناس وأعراضهم وانتقاصهم حقوقهم. الأمر الخامس معاملة الزوجة والأولاد، وهذا ينبغي أيضاً للآباء وهم ولاة الأمر في بيوتهم أن يتعاملوا بمقتضى هذا الاعتدال والوسطية، سواء في النفقة أو في العتاب أو في التربية أو في حملهم على الطاعة وغير ذلك من الأمور. ولا يخفاكم أن الشدة تؤدي إلى البغض والكراهية، وأن التراخي يؤدي إلى الانفلات وعدم الانضباط على أحكام الله وعلى السلوك السوي، فخير الأمور هو الوسط. الأمر السادس في اللهو المباح والتنزه والسفر ونحو ذلك، ينبغي أيضاً أن يكون وسطاً، فلا إسراف ولا تقتير ولا إفراط ولا تفتير حتى في الضحك، إن أكثر الضحك أذهب مروءته، وإن امتنع عنه لم يضحك مع الناس ولا مع أولاده فهو جفاء عظيم ومخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع في مدح الناس والثناء عليهم، في مدح الناس والثناء عليهم يجب على المسلم أن يكون وسطاً أيضاً في ذلك، فإنه إن أعرض عن ذلك بالكلية ولم يشكر لصاحب المعروف معروفه فلا شك أن هذا جفاء، هذا جفاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وطرف النقيض الآخر ما هو؟ الغلو والمبالغة في الثناء على الناس سواء كانوا علماء أو أصحاب مناصب أو غير ذلك، فقد يمدحهم بكلمات كبيرة جدا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: احثوا في وجه المداحين التراب. فلاحظوا كلمة المداحين ولم يقل المادحين، فرق بينهما، فإن المداح على وزن فعال وهي صيغة مبالغة، أي من يكثر المدح ويغالي فيه. ثامناً في أمور الفتوى، فالفتوى ينبغي أن يكون فيها المفتي وسطاً، فيراعي قاعدتي الاحتياط والتيسير، من القواعد المقاصدية في الشريعة الإسلامية قاعدة الاحتياط للدين وقاعدة التيسير، وكلها دلت عليها الأدلة الشرعية، فالتيسير مر معنا،
ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من أدلة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. وقاعدة الاحتياط دلت عليها أيضا نصوص، منها حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، من وقع فيها وقع في الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث بمعنى إذن ترك المشتبه حله وحرمته هو الاحتياط. لكن بعض المفتين قد يراعي إحدى القاعدتين أو المقصدين على حساب الآخر، فتجده إما أنه ييسر تيسيراً لا يشهد له الشرع، ولا شك أن هذا انحلال من الأحكام الشرعية وبعد عن دين الله ومخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل هناك من يعسر، وقاعدة الاحتياط هي أول ما ينظر إليه، فتجده يحرم أكثر مما يحلل حتى لو كان في الأمر سعة، وهذا ليس هو الاحتياط. وإلا لقضينا على مسائل الخلاف كلها، فنأتي على مسائل الفقه التي وقع فيها نزاع بين الفقهاء، فنأتي إلى أشد الأقوال ونعمل به ونقول هذا احتياط، وليس هذا هو الاحتياط لدين الله. وما فعل هذا أحد من فقهاء الأمة أن يرجح بالاحتياط في كل شيء وحمل الناس على الأشق والأشد. الأمر التاسع هو النكاح. تلاحظ أن الإسلام لم يقصر الناس على زوجة واحدة، بل قال مثنى، قال الله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلم يبح لهم التعدد مطلقا ولم يقصرهم على زوجة واحدة، وهذا من الوسطية والاعتدال الذي قلناه. حتى الطلاق لم يبح التطليق مطلقا، أن يطلق خمسا وسبعا وعشرا، لا، بل حده بثلاث، ولم يجعل الفرقة بين الزوجين بطلقة واحدة، فإن في هذا حرجا عظيما على الناس، إلى غير ذلك من مظاهر ونماذج وتطبيقات الوسطية في دين الله تعالى وما أكثرها. العنصر الخامس ثمرات امتثال الوسطية والاعتدال، فمن ذلك تحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه، وثانياً الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم، لأن من تمسك بالصراط المستقيم والوسطية والاعتدال الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سوف يستقيم بإذن الله تعالى على دين الله. أما الذي يتنطع ويتكلف ويتشدد فسير أمره إلى من قد عرفتم، وهم الخوارج الذين بغوا على المسلمين وخرجوا على الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما، وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. وفي المقابل من تساهل في دين الله سبحانه وتعالى حتى قاده تساهله إلى التفريط، فإنه يصير إلى كثير من الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، كمن حرفت المرجئة ونحوهم من الفرق والطوائف. الأمر الثالث تحقيق الألفة والرحمة بين الناس فيما بينهم،
فيما بين الأب وأولاده وزوجاته، فيما بين الجار وجاره، فيما بين الموظف وزملائه، فيما بين الخلق كلهم. تحقيق هذه المعاني العظيمة وهي الألفة والرحمة ونشر المودة بين الناس. الأمر الرابع الثبات عند الفتن والملمات. وقد قلنا لكم من قبل أن الوسطية هي دين الله، وأنها ظاهرة في أحكام الله تعالى كلها، لأنها من لدن حكيم حميد. ومن ثم فإن من يستقيم على دين الله يثبته الله عند حلول الفتن والملمات. إذا دعا الله وأخلص لله واستقام على دين الله فإن الله يثبته عند الفتن، ومنها فتنة الدجال، وهي أعظم الفتن التي تشهدها الأرض والخلق وغيرها من الفتن، وما أكثرها قديما وحديثا. والأمر الخامس تحسين صورة المسلمين ودين الله عموما، وذلك أن كثيرا من أعداء الله، من أعداء هذه الأمة، بل حتى ممن ينتسب للأمة، قد شوه صورة هذا الدين بتشدده ومغالاته وخروجه عن أحكام الله تعالى بأشياء اخترعها من عند نفسه لا يشهد لها كتاب ولا سنة. وفي المقابل فإن من أبناء المسلمين من شوه صورة الإسلام بانحلاله عن كثير من أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا تجده يلتزم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من الصلاة والصيام والحج والزكاة وبر الوالدين والإحسان إلى الناس والمرأة بحجابها والتزامها بأحكام الله تعالى، فيعكس صورة سيئة لهذا الدين وأهله لمن ليس من أهل الإسلام. ومن ثم فكيف يدخل في الإسلام وهو ما عرف الإسلام؟ لأن كثيراً من الناس يعرف الدين بأهله قد لا يخبر به على الوجه الحقيقة، فإذا رأى المسلمين استقاموا أحب الدين ودخل فيه، دخل كثير منهم فيه. ومن لا يرى المسلمين كذلك فإنه سوف يبغض هذا الدين والعياذ بالله، ويبغض أهله، وربما كاد للمسلمين وأعانهم وأعان أهله من غير المسلمين على أبناء المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا شر الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينجينا من عذاب جهنم وعذاب القبر، فإن الله على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.